يعني الا جاتني الفرصه للخارج باش نمشي نصيف يعني حسن لي المغرب يعني المغرب فيه ما يتشاف. 800 درهم تقريبا النهار وكنا ساكنو تناكلوها في المطاعم ماشي تنطيبو في الدار. اثمنه جد منخفضه اللي بغيتي تاخذو كتاخذو ما كاينش مشكل. وكاينين بعض الوكالات هنا في المغرب عندنا كيديروا داك الشيء خيالي تيبغيو الارباح بزاف بزاف بزاف. تنفضل السياحه الداخليه على حسب البيج ديال الانسان. البيج ديالنا سمحنا دابا بالداخليه اخر مره كانت في الداخله حيت بلاصه اول مره اللي غنشوفها بلاصه ماشي مشوش لها المغاربه بزاف واكتشفناها. شوف انا سافرت وسط العام كان اثمنه مناسبه ماشي بحال دابا بقيت الصيف تكون شويه اثمنه زايده. وسط العام كان مزيان بلجيم مزيان كرينا الديور تما واحد الدار تما كاينه كانت مزيانه. هو حنا كرينا ابارتومون كرينا النار 300 درهم تقريبا النار وكنا ساكنو تناكلوها في المطاعم ماشي تنطيبو في الدار. اصلا ما جلسناش بزاف واحد 4 ايام بحال هكا. حنا مشينا في الطياره كان 900 درهم من الدار البيضاء للعيون 800 درهم في النار وتكون اسره بحال هكا تقريبا الثمن تيبان لي هو هذاك تقريبا. بالنسبه للريستو اللي كاينين تما كاين دي ريستو اللي خارجين على المدينه ديال الداخله. الا كنتي باغي تشوف شي حاجه زوينه تمشي للمدينه الداخله تاكل الحوت بحال هكا تيكونوا شويه اثمنه تقريبا اللي بلا بحال هكا 200 درهم 300 درهم هادو هما الاثمنه اللي كاينين تما كاينه وكل واحد على حساب المدخول ديالو فهمتي. الوجهه اللي عندي ان شاء الله هي مدينه الحسيمه يعني بحكم مدينه الحسيمه انها مدينه سياحيه ويعني وعندها منتجع زوين لا في البحر ولا في الساحل ديال المنطقه كيعاودوا عليها يعني عندها اثمنه مناسبه لا في الكرا ولا في الماكله ويعني مدينه يعني جد رائعه جدا يعني مدينه نقيه بمعنى الكلمه يعني هذا الشيء اللي كنقولوا. الفلوس غادي ندي معايا واحد القضاء يعني غادي ندي معايا واحد البركه يعني باش اننا يمكننا ندوزو ديك الربع ايام بسلام والحمد لله. علاش لا اول مره غنمشي لمدينه الحسيمه باش نكتشف هذه المدينه هذه يعني الا جاتني الفرصه للخارج باش نمشي نصيف يعني حسن لي المغرب يعني المغرب فيه ما يتشاف فيه مناظر يعني اللي ما الناس بزاف الناس ما شايفينهاش كاين بزاف المناظر اللي يعني تستاهل تشاف يعني علاش كنقولوا نشوفوا المغرب هو الاول ومن بعد اوروبا ان شاء الله. خي انا وليت كنت السياحه الداخليه صافي لونطون كانوا رخيصه شويه ومعقوله ولكن مؤخرا ولاو كيطلعوا في الاثمنه بزاف ولهذا وليت كنفضل السياحه الخارجيه يا اما مصر يا اما تركيا. بالنسبه دابا للمغرب راه عاد ولات كتبان البنيه التحتيه اما تركيا هادوك مشاو بعيد اخويا في السياحه مشاو بعيد بزاف. دابا حاليا قلت لك ملي كنت تمشي بكري في المغرب كان داك الشيء حاليا اما في المغرب تتكون ديك التدويره وهذه ضروري. عاود ندوز الباكونس ديالي في الشاون حيت الشاون مدينه سياحيه وفيها ناس طيبين كيتعاملوا مزيان واثمنه جد منخفضه اللي بغيتي تاخذو كتاخذو ما كاينش مشكل. انا كنفضل الشاون. من الاصدقاء ممكن تشارك معاهم في المبيت او في الاكل كتجيك شويه القضيه رخيصه شويه ماشي بحال العائله كتكون مجموع معاهم. نفضل نقضي العطله في الشمال لانه الشمال فيه بزاف ديال المناظر اللي الناس خصهم يشوفوها والمغرب راه فيه ما يتشاف وبزاف ديال العوامل كتساهم انك تمشي لهذيك المدينه. فاش انا الشمال اكثريه ديال الناس كيمشيو للشمال لانه معروف بالبحوره ديالو بالناس المضيافه تما كاينين الرخاء كاين كلشي يعني بنادم غير يمشي وراه ما غيندمش.